السلام الله عليكم أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالحصة الأولى من الدرس الأول، الجهاز الهضمي الخاص بمرجع الواضح في النشاط العلمي للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي. إذا الأهداف التعلمية لهذا الدرس هو أن أتعرف أعضاء الجهاز الهضمي لدى الإنسان وأن نحدد وظيفة كل عضو. Je reconnais les organes de l'appareil digestif de l'homme et je détermine le rôle de chacun d'entre eux. إذن بالنسبة لي التساؤل، إذن سنقرأ الوضعية ثم سنقوم بصياغة سؤال تقصي. منذ أن فقد العم الجلالي أسنانه جميعها أصبح يعاني من هزال وعسر الهضم، نصحته طبيبة المستوصف الحي بتناول أغذية في شكل عصائد وسوائل في انتظار زيارة طبيب للأسنان لتعويض أسنانه المفقودة بأخرى اصطناعية. خالجت عليا عدة تساؤلات. أسجل سؤال التقصي وفرضياته على دفتر التقصي وأقترح ما سأقوم به لاختبار فرضياتي وأدون ذلك على شكل نص أو رسوم على دفتر التقصي. إذا لاحظوا معي أصدقائي بالنسبة للوضعية، فهنا العم الجلالي فقد أسنانه وبعد مدة أصبح يعاني من الهزال وعسر الهضم. لماذا؟ هنا نطرح التساؤل، هل للأسنان دور في هضم الأطعمة؟ إذا بطبيعة الحال فنحن عندما نتناول الأطعمة فنحن نمضغها على مستوى الأسنان إلى أن تصبح في شكل عصائد أو سوائل. ولاحظوا هنا نصيحة الطبيب، قال له أو نصيحة الطبيبة بأن يتناول أغذية على شكل عصائد وسوائل. إذن هذه العصائد والسوائل هنا نحن تجاوزنا دور الأسنان، لأن الأسنان بطبيعة الحال هي التي تحول الطعام إلى هذا الشكل على شكل عصيدة وعلى شكل سائل. إذن فهنا نصحته بأن يعني يعوض دور الأسنان ويتناول الأطعمة على شكل عصائد وسوائل في انتظار زيارة طبيب الأسنان ليعوض أسنانه. هنا نطرح التساؤل، هل للأسنان دور في عملية الهضم؟ وما هي أعضاء الجهاز الهضمي بصفة عامة؟ وما دور كل أو كل عضو من هذه الأعضاء؟ إذن هذا هو سؤال التقصي الذي سنطرحه خلال هذه الحصة. إذن سنطرح التساؤل، ما هي أعضاء الجهاز الهضمي؟ وما دورها؟ إذا دور كل عضو، وما دور كل عضو؟ يمكن أن نقول كذلك ما وظائفها؟ إذا وظائف هذه الأعضاء، ما وظائفها؟ إذا الآن سنمر أصدقائي إلى النشاط الأول. Activity 1. Je reconnais les organes de l'appareil digestif. إذا هنا سنتعرف أعضاء الجهاز الهضمي عند الإنسان. بالنسبة لسؤال هذا النشاط هو Je donne un titre au document 2. إذا سا document 2 donc ce n'est pas document 2 mais document 1. إذا سنقوم بوضع أو وضع نعم عنوان لهذا الرسم. إذا لاحظوا معي الآن أعضاء الجهاز الهضمي عند الإنسان. لدينا الفم، la bouche et les glandes salivaires، الغدد اللعابية. إذا هذه الغدد هي التي تفرز لنا اللعاب. هذا اللعاب سنتعرف دوره في عملية الهضم. إذا ثم لدينا المريء، لوزوفاج، ثم لدينا المعدة، ليستوما. إذا على مستوى المعدة يتم هضم الأطعمة، إذا بتدخل مجموعة من الأنزيمات. لدينا البنكرياس، المعي الدقيق، لاحظوا كذلك تواجد الكبد والمرارة. إذا المعي الدقيق، لدينا معي غليظ، ثم شرج لانوس. إذا بالنسبة لعنوان هذه الوثيقة هي les organes de l'appareil digestif. إذا سنكتب les organes de l'appareil
ديجيستيف. أعضاء الجهاز الهضمي، les organes de l'appareil digestif. ونمر إلى النشاط الثاني. بالنسبة للنشاط الثاني سنملأ الفراغ بما يناسب انطلاقا دائما من الرسم. إذن لاحظوا مسار الأغذية في الأنبوب الهضمي. الأنبوب الهضمي تيوب ديجيستيف، إذن هذا هو الأنبوب الهضمي. لاحظوا، إذن لاحظوا المسار الذي سيسلكه القلم. لاحظوا الأغذية تمر من الفم عبر المعدة، عبر المعي الدقيق، عبر المعي الغليظ، ثم الشرج. إذن الفم يليه المريء ثم المعدة، المعي الدقيق، فالمعي الغليظ، وأخيرا الشرج. إذن هذا هو مسار الأغذية في الأنبوب الهضمي. إذن نمر الآن أصدقائي إلى النشاط الثالث الأخير من هذه الحصة، الحصة الأولى. أتعرف مصير الأغذية التي أتناولها وأوظف الكلمات التالية في المكان المناسب. لدينا المعدة، الأضراس، المريء، القواطع، اللعاب، اللسان. المعدة لستوما، لملاخ، الأضراس، لزفاج، المريء، القواطع، لزانسيسيف، اللعاب، لساليف، اللسان، لالونغ. يقدم الطعام بالقواطع، إذن القواطع لزانسيسيف، بالقواطع. إذن أنا سأكتب فقط الكلمات بالعربية، لكن أنتم ستكتبون كذلك أمامها الترجمة باللغة الفرنسية. ويقلب، إذن ويقلب الطعام باللسان، la langue، باللسان، عفوا باللسان. ويمزج باللعاب، ويطحن بالأضراس، فيصبح على شكل عصيدة تبلع عبر المريء، يعني نبلع الطعام عبر المريء لتصل إلى المعدة. إذا لاحظوا معي يعني العمليات التي تطرأ على الأغذية داخل الفم، دائما داخل الفم. لدينا يقدم الطعام بالقواطع، يعني بالقواطع، بواسطة القواطع نحن نقدم الطعام، نقلبه باللسان، يمزج باللعاب، ويطحن بالأضراس. هذا مجموعة من العمليات يعني تحدث للطعام على مستوى الفم ليتم بلعه عبر المريء ليصل إلى المعدة. وهناك عمليات أخرى ستطرأ على الطعام داخل المعدة، ثم داخل المعي الدقيق، ثم المعي الغليظ، إلى أن يعني يخرج على شكل فضلات. إذن هذه هي أنشطة الحصة الأولى. إن شاء الله لنا موعد مع أنشطة الحصة الثانية مباشرة، يعني الفيديو سيكون مباشرة بعد هذا الفيديو. إذن إلى حين نلقيكم في الفيديو القادم إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء.